مساء الخير من القاهرة والناس. نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. رئيس بيلاروسيا: السيسي قوي وشجاع. تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة. عبد الحكيم: مصر نجحت في استرداد الحلم الناصري. كوبر: لن أغير طريقتي. وإليكم تفاصيل النشرة. مستعدون لتعزيز التعاون المشترك مع القاهرة، هذا ما أكده الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، مضيفا: ليس لدينا أي موضوعات مغلقة في مجال التعاون مع مصر ومنفتحون بالكامل، ونحن نمتلك الخبرات ومستعدون لكي نطلعكم على هذه الخبرة، قائلا: أثق في وجود تعاون وثيق بين البلدين، والشعب المصري له حظ كبير لأن بينهم شخص قوي وشجاع يقود هذه الدولة، وأهنئ الشعب المصري على وجوده بينهم، وعلى هذا الأساس أدعو الشعب المصري للحفاظ على هذه القيادة والوحدة لكي يستطيع أن يحقق كل ما يتمنى. وتعهد رئيس بيلاروسيا بوقوف بلاده بجانب مصر مؤكدا التزامه بذلك. وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه من السذاجة الاعتقاد بإمكانية التقارب بين إسرائيل وجيرانها العرب دون التقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين، مشيرا إلى الحروب في المنطقة ومحاربة داعش حركت المجتمع الدولي وبالتالي لم تسلط الأضواء على قضية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أولاند خلال كلمته بمؤتمر باريس للسلام أن حل الدولتين لا يزال يتمتع بالدعم الكبير رغم الاختلافات، وهو ليس حلم نظام قديم بل هو هدف دائم للمجتمع الدولي، مشددا على أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي التي ستفضي إلى السلام. وعلى هامش المؤتمر، ناقش سامح شكري وزير الخارجية مع رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، حيث أكد شكري على أهمية الدور العربي وخاصة دول الجوار العربية في إيجاد حلول تتضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددا في هذا الصدد على محورية اتفاق السخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، ومعربا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتنسيق في الشأن الليبي مع الجزائر. أجلت محكمة جناية القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 15 من إبريل لاستكمال مرافعة المسؤول عن الحقوق المدنية وتخصيص دور كامل لسماع مرافعات الدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول نفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. الزعيم في القلوب، حيث توافد هذا الصباح عديد المواطنين إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى ميلاده 99، ووضع المواطنون إكلينا من الزهور على النصب مع قراءة الفاتحة. وقال عبد الحكيم عبد الناصر: إن مصر نجحت في استرداد الحلم الناصري مرة أخرى بعد قيام ثورة شعبية عظيمة هي ثورة يونيو الأكبر في التاريخ الإنساني بعد محاولات سرقة ثورة 25 من يناير، مشيرا إلى أن الشعب المصري دائما وأبدا خارج كل التوقعات. كوبر بدون أسرار، حيث قال المدير الفني لمنتخب مصر أن تشكيلة الفراعنة أمام مالي في المباراة المقرر لها 9 مساء الثلاثاء المقبل معروفة واستقر عليها بنسبة كبيرة، ولن يغير عليها أحد إلا في حالة الضرورة القصوى كالإصابات وغيرها، مؤكدا أنه ليس قلقا من مركز حراسة المرمى في ظل وجود الثلاثي الحضري وإكرامي والشناوي، مضيفا أن الحارس الأساسي في مباراة مالي محسوم ولكنه لن يكشف عنه الآن. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.